تأجلت رحلة بعثة فريق الرجاء إلى القاهرة المقررة هذا الأربعاء عقب فرض السلطات المغربية حجرا صحيا على اللاعبين لمدة 7 أيام وإلغاء تصريح تنقل الفريق بين المدن. وزارة الصحة خاطبت إدارة نادي الرجاء لإلزامه بالدخول في الحجر الصحي حتى يتم إجراء اختبارات جديدة. وكان الفريق يعتزم السفر إلى العاصمة المصرية لخوض إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد خسارته ذهابا بالدار البيضاء بهدف دون مقابل. للاقتراب أكثر من هذا الموضوع ينضم إلينا في هذه الأثناء عبر الهاتف مراسل قنوات بين سبورت ياسين معرش من الدار البيضاء. ياسين مرحبا بك. قرار في الحقيقة فاجأ الأوساط الرياضية بشكل عام وإدارة نادي الرجاء المغربي بشكل خاص. بداية ماذا عن ردود الأفعال الأولى من جانب إدارة الرجاء؟ ما مدى تأثير قرار المنع من السفر إلى القاهرة وتداعياته على مستقبل الفريق المغربي في المسابقة الإفريقية؟ وهل برأيك سيستجيب الكاف لتأخير أو ربما تأجيل مباراة العودة ضد الزمالك إلى موعد لاحق؟ بالفعل زميل مهيب، يبدو أن القرار متوقع من السلطات المغربية على أساس أن عدد الإصابات هو عدد كبير. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الأسماء الأخرى التي كانت نتائجها سلبية يعتبرون يعني في القانون الصحي المغربي حاليا يعتبرون مخالطين للمصابين، وبالتالي يتم عزلهم بشكل مباشر تجنبا لنشر العدوى بين عائلتهم وبين محيطهم العائلي ومحيطهم الرياضي بشكل عام. إذن هذه النقطة تجعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة للرجاء، لا سيما أن الرجاء تقدم بطلب لتأجيل هذه المباراة بناء على نتائج الفحوصات الطبية التي أجريت بالأمس وأسفرت عن إصابة عدد كبير من اللاعبين بالإضافة لإداريهم في النادي. إضافة كذلك لأن الآن الكرة الآن أصبحت في مرمى أو في ملعب الاتحاد الإفريقي من أجل تأجيل المباراة على الأقل لأسبوع، يعني الحجر الصحي سيكون لأسبوع، وبالتالي لن يتمكن الفريق من السفر حتى الأسبوع القادم. الرحلة التي كان من المتوقع أن تنطلق غدا ظهرا صوب العاصمة القاهرة تأجلت يوم الخميس بعد المسحات وبعد الفحوصات التي أجريت للاعبين وكانت إيجابية لعدد منهم، وبالتالي تأجلت يوم الخميس. والآن يبدو أن الرحلة ستكون في خبركان وسيتم تأجيلها للأسبوع القادم، يعني الرجاء لن يكون قادرا على السفر ولعب المباراة في موعدها، وبالتالي يبدو أن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سيكون الفيصل في هذه النقطة. أكيد. على كل شكرا جزيلا لك ياسين معراش مراسل قنوات بين سبورتس، كنت معنا عبر الهاتف من الدار البيضاء على كل هذه